اقتراح واضح. عندي واحد الفكره ديال لي كاب كيك مثلا السيدات اللي كيكونوا خدامين وما عندهمش الوقت وهذا كيقدروا يوجدوا واحد الخلطه بحال كيف ما كتباع في المحلات. تيكون كتشري خلطه كتصيبها هذه كتصايبيها انت كديرها في بواط وكتخليها وما كتجبد منها كميه. هذا الخليط هذا غنحتاجوا له نديرو في شي عجانه ولا شي حاجه نخلطوه باش يتخلطوا لنا المقادير مزيان. غنحتاجوا له 8 الكيسان بعبار العنبه ديال الدقيق وثلاثه ديال الكيسان ديال سنيده، ثلاثة ديال معالق كبار ديال خميرة الحلوة، وجوج معالق صغار ديال الملحة، وجوج معالق صغار ديال الفاني. اللي بغى يدير القرفة يديرها، كل واحد هو اللي كيبغي يدير منسم يديرو. وجوج معالق صغار ديال بودرة اللوز أو لا بودرة الشكلاط اللي بغى كيف ما بغيتي انتيا دوك الخليط غادي يكون ديريه. هاد نعاود هاد المقادير. إيه واخا تفضلي. 8 ديال الكيسان ديال الدقيق وثلاثة ديال الكيسان عبار العنبة ديال سنيدة، ثلاثة معالق كبار ديال الخميرة ديال الحلوة، وجوج معالق صغار ديال الملحة، وجوج معالق صغار ديال الفاني، جوج معالق صغار ديال بودرة اللوز أو لا الشكلاط غبا. هادو غادي نديرهم في عجانة وغادي نخلطهم مزيان مع بعضياتهم تيتميكسو وغادي نديرهم في قرعة ونكتبو فيها خليط الكب كيك مثلا. ونديرو زائد أشنو غادي نديرو؟ غنشدو منهم لو بغينا نصايبو مثلا لي كب كيك غنشدو منهم جوج كيسان زائد كاس لارب، يعني جوج كيسان كاملين ديال العنبه زائد كاس ناقص شوي كاس ما عامرش. اييه هادو غادي نزيدو عليهم ثلاثه الحوايج، بيضه كاس ديال الحليب ونص كاس ديال الزيت ولا نص كاس ديال الزبده اللي بغيتي. الا عندك زبده غدير الزبده، عندك الزيت غدير الزيت. بيضه وكاس الحليب ونص كاس ديال الزيت او لا زبده اللي الزبده مذوبه. هادو ضروري تيكونوا في اي دار. اييه هادو الا بغيتي ديري تحسينات تقدري ديري مثلا التفاح مقطع الفريز مقطع. غير هادو كاين لي كاب كيك اللي فيهم لي فخوي كيبغيو يتكلوا في نهارهم. بغيتي تدخلي القرفه بغيتي تدخلي المنكيات اي حاجه في هذه المرحله تقدري ديري اي حاجه. حيت الخليط عندنا ناتور ماشي شي حاجه صافي. كنديرهم كنخلطهم عادي غير بالدره باليد هكا ونديرهم في لي كيس القوالب ديال لي كاب كيك صافي. وغادي يطيبوا كتجي زوينه بزاف وكتبقاي كتحكمي في الكميه اللي بغيتي ديري فعلا. ويعني كيف قلتي مزيانه هاني هاد الطريقه، يعني غتجينا اسرع نوجدوها على تيسا يعني في وحتى السيدات اللي ما تيبغوش الاسرار ديالهم مثلا تخرج مثلا القريعه بارش بنان مكتوبيه. لا فعلا مصيبه. اييه وكيف قلتي مزيان هذيك اللي نكتبوا فيها مثلا يعني الخلطه ديال الكاب كيك وممكن انه في هذيك يعني اللي غادي نلصقوا فيها مثلا في ديك القرعه نديروا نكتبوا بيضه وكاس الحليب ونص كاس ديال الزيت باش مباشره المستمعات يعني ما يعرفوا شنو هما الاضافات اللي غادي يزيدوا. الله يعطيك الصحه. كتجي حتى فكره مثلا الكادو اللي تعطي لشي سيده اللي مشغوله بغيت تعطيها هذيك. اييه فعلا. اييه فعلا لا تبارك الله هذه فكره يعني ممتازه ومؤخرا كنشوفوها بزاف وصراحه يعني مغايره شويه. ونتمنى ان شاء الله مره اخرى تعطينا اقتراحات اخرى اللي ممكن اننا نديروهم بهذا الشكل. أيه. ان شاء الله. اييه خلطات بزاف ديال اييه وخاصه بالنسبه للوليدات يعني الامهات دابا كنعرفوا مع بزاف ديال المشاغل كيبغيو هذه الاقتراحات يعني تجبد القرعه مباشره تضيف لها دوك السوائل يعني وكتوجد بدل ما اننا نشريوهم مجهزين ما تنعرفوش شنو فيهم. لا لا يعني كاين الخلطات ديال البيتزا اللي كلشي كيديرهم هكا النظام. يلا ان شاء الله غير وجدي ان شاء الله ونسقوا معك واحد الاسبوع باذن الله. مرحبا لانه حنا غنحتاجوا معك اسبوع. يلا يلا ناخذوا هذه الاقتراحات. مرحبا مرحبا في اي وقت. اي وقت لاله سناء. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك ابتسام. مشكوره جدا على كل هذه الاقتراحات اللي وجدتي لنا اليوم.